أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة من العدد الأخير لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. وأرحب هنا بالصحفي وخبير في الشؤون السياسية خميس أبو العافي، أهلا ومرحبا بك. وهذه هي العناوين التي اخترناها لكم من الصحف الإسرائيلية صحيفة هآرتس: مسؤولون سابقون في الاتحاد الأوروبي أرفضوا خطة ترامب إذا لم تقترح دولتين. ومن صحيفة جيروزاليم بوست: عباس، قبول الولايات المتحدة بخطة نتنياهو لضم الضفة الغربية سيشعل المنطقة. ومن الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام التنفيذية تطالب بتوفير شبكة الأمانة المالية وتطلب من الرئيس الوطني الإعداد لعقد المركزي. ومن الصحف العربية صحيفة المصري اليوم: السيسي لحفتر، ندعم جهود مكافحة الميليشيات في ليبيا. ومن الصحف العالمية صحيفة إيراني نيوز: ظريف ينتقد الاتحاد الأوروبي لتأجيل إطلاق إنسكتكس لتبادل التجاري مع إيران. إذن نبدأ هذه الجولة مع العناوين الإسرائيلية والصحف الإسرائيلية صحيفة هآرتس. هناك عنوان: مسؤولون سابقون في الاتحاد الأوروبي أرفضوا خطة ترامب إذا لم تقترح حل الدولتين. هؤلاء المسؤولون يقولون للمسؤولين الحاليين، يحذرهم من مغبة قبول أو تعاطي بشكل إيجابي مع خطة ترامب المسمى هنا في المنطقة صفقة القرن، إن لم تشمل هذه الصفقة حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. فهؤلاء المسؤولون يحذرون من مغبة التعاطي مع هذه الصفقة دون الإصرار على شمل إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. نعم، هناك التزام واضح يعني في كل ما يتعلق في قضية إقامة الدولة الفلسطينية، وأيضا احترام كل ما يتعلق في القرارات الدولية، ولكن أيضا هناك انتقاد سيد خميس فيما يتعلق أن هذه الصفقة يعني تمنح الفلسطينيين على الأقل حكما ذاتيا وليس الدولة. عام 1977 عندما حضر الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى منطقة الشرق إلى إسرائيل وانطلاق ما يعرف باسم معاهدة السلام كامب ديفيد ما بين إسرائيل وفلسطين، كان قد تم حينها اقتراح حكما ذاتيا على فلسطين، ولكن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رفض ذلك. اليوم بعد 42 عاما تأتي باقتراح حكم ذاتي، لا يعني لا أعتقد بأن يوجد فلسطيني في الشارع الفلسطيني أو في الشتات يقبل حكما ذاتيا. نعم، دعنا نشير أيضا أن هذا الخبر يتطرق أو يتحدث عن يعني مسؤولون سابقون إن كانوا وزراء خارجية تقدموا طبعا للاتحاد الأوروبي، ولكن حتى الآن أيضا الاتحاد الأوروبي لم يكن له موقف واضح، يعني بعض الشيء لم يكن له موقف واضح، ولكنه هو على نقيض من مواقف دونالد ترامب تجاه منطقة الشرق الأوسط وكيفية تعامله مع القضية الفلسطينية. يعني هنالك أصوات أيضا في الاتحاد الأوروبي يتهمون دونالد ترامب بالانحياز التام والمطلق لصالح إسرائيل دون الأخذ بالحسبان أن يوجد في النزاع طرف آخر هو الطرف الفلسطيني. طبعا الطرف الآخر غير موافق على هذه الخطة. ننتقل الآن إلى عنوان آخر على صحيفة جيروزاليم بوست: عباس، يقول قبول الولايات المتحدة بخطة نتنياهو لضم الضفة الغربية سيشعل المنطقة. ونحن نتحدث عن تصريح نتنياهو الذي كان قبل الانتخابات، وأيضا عن ضم بعض المناطق لإسرائيل في محاولة منه لجذب واستقطاب انتباه ودعم معسكر اليمين الإسرائيلي. أطلق بنيامين نتنياهو إبان الحملة الانتخابية تصريحا مفاده بأنه هو يفكر مليا بإمكانية ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السياسة القانونية القضائية على هذه المناطق. استلقفها اليمين المتشدد، واليوم يقول سموتريتش الذي يعني من المفروض أن يكون في الائتلاف الحكومي يقول بأنه لا يقبل بأي شكل من الأشكال بالتناظر على هذا التصريح أولا، ولا يقبل بأن يتعاطى بنيامين نتنياهو تعاطيا إيجابيا مع مقترحات الرئيس دونالد ترامب. الرئيس عباس يحذر هذا جزء من خطة طبعا من صفقة القرن المقترحة. نعم، ولكن الرئيس عباس يقول بأن إن أقدم بنيامين نتنياهو على فعلاته هذه فإن الأمر سيؤدي إلى تفجير الموقف
في المنطقة. نعم، نبقى في الصحف الإسرائيلية الآن على عنوان على صحيفة إسرائيل هيوم: الأقمار الاصطناعية تكشف الضرر الذي خلفه الهجوم في سوريا. طبعا ولم يكن هناك تصريح واضح من إسرائيل عن هذا الهجوم، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في هذا العنوان أيضا أن أمن دولة إسرائيل مهم جدا وهو على المحك. بنيامين نتنياهو ولا أي مسؤول إسرائيلي رسمي أخذ على عاتقه المسؤولية لما جرى يوم أمس الأول، ولكن بالطبع يعني كل أصابع الاتهام يعني توجه إلى إسرائيل على أنها هي المسؤولة. هنالك يعني تصوير وتوثيق للأقمار الاصطناعية التي وثقت الدمار الهائل التي خلفه الدك مواقع قيل بأنها تابعة للجيش الإيراني على الأراضي السورية. فالتوثيق من قبل أقمار اصطناعية يثبت بأن الحديث يدور عن دمار شامل وهائل هناك. نعم، الآن ننتقل إلى جبهة أخرى. الآن نتحدث عن عنوان آخر في صحيفة معرفة: جهاز جمع المعلومات الذي يعد العدة لمواجهة البالونات الحارقة، عندما يتعلق في الجبهة الجنوبية. الضرورة هي أم الابتكارات، هذه مقولة قالوها أباؤنا وأجدادنا يعني الفلسطينيون في قطاع غزة لاختراق حاجز اللامبالاة من قبل المسؤولين الإسرائيليين. يبتكرون ما بين الفينة والأخرى ابتكار لمحاكاة الوضع الراهن أو الواقع. ابتكروا فكرة البالونات الحارقة التي يعني أقلقت وقضت مضاجع القيادة الأمنية في إسرائيل. اليوم يدور وفق الصحيح يدور الحديث عن يعني الجلوس في محاولة مستميتة لابتكار رد مماثل، رد قوي لمجابهة البالونات الحارقة. وأيضا في الطرف الآخر يعني يجابه ذلك أيضا بابتكارات جديدة. سيد خميس، ننتقل الآن إلى عنوان آخر على صحيفة جيروزاليم بوست: نتنياهو يسخر من محاولة إدراج إسرائيل والولايات المتحدة في محكمة الجرائم الدولية في لاهاي. هناك محاولة لإدراج اسم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في لائحة المتهمين في ارتكاب جرائم حرب الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وإسرائيل في قطاع غزة، لتقديمهما إلى المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. بنيامين نتنياهو في تعقيب له وصف الأمر كما يقال بالإنجليزية أبسورد، يعني هذا شيء سخيف لا يستحق الرد. وأيضا استمعنا أيضا لأقوال دونالد ترامب أيضا الذي هاجم طبعا قرارات هذه المحكمة وقال فقط أنها تحاكم الولايات المتحدة وإسرائيل. لا أحد يستطيع اليوم أن يحاكم الولايات المتحدة الأمريكية لأن هي تعتبر الداعم الأول والكبير للجمعية العمومية ولكل المحافل الدولية. نعم، الآن ننتقل إلى عنوان آخر على صحيفة إسرائيل اليوم: رئيس البرازيل يوضح، يقول الاعتذار لم يكن له صلة أو علاقة في المحرقة. ودعنا هنا نفسر هذا العنوان. قبل أسبوع نسبت تصريحات إلى الرئيس البرازيلي بأنه قال بأن فيما يتعلق في المحرقة التي يعني أرسلت 6 ملايين يهودي إلى المحرقة إبان عهد النازية والعهد الهتلر، فهو يقول يعني من الممكن المسامحة ولكن لا يمكن أن ننسى هذا. هذا الأمر يعني أدى إلى استشاطة غضب لدى ياد فاشيم المؤسسة التي تعنى بتخليد ذكرى ضحايا الوحش النازي، فقالوا بأن هذا التصريح يعتبر يعني وكأنه نوع من الرغبة في نسيان ما حدث. الرئيس البرازيلي يعني في بيان له يوضح بأنه لم يقصد المسامحة بالمفهوم الكلاسيكي، إنما يقول بأننا علينا أن لا ننسى، لأنه يعني يحاول أن يقزم من أهمية التصريح الذي نسب إليه. نعم، ننتقل الآن إلى صحيفة إسرائيل اليوم ونتحدث الآن عن الائتلاف الحكومي بعد الانتخابات. الائتلاف انتهى وصراع في حزب الليكود قد بدأ، وهنا الحديث طبعا عن تقسيم المقاعد للحكومة المقبلة. انتهت الانتخابات بفوز واضح لبنيامين نتنياهو وحزبه الليكود، حيث حصل الحزب على 36 مقعدا، ما يعتبر يعني نجاحا أو إنجازا باهرا. يعني انتهت الانتخابات واليوم تفتح المساعي من أجل تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب اليمينية الصغيرة بغية إدخالها وإيلاجها إلى الائتلاف الحكومي. العنوان يقول هنا بأن ربما نحن تم فتح
ملف التشكيل الائتلاف الحكومي، ولكن هنالك صراع قوي ودام بين قوسين ما بين من يرون انفسهم بانهم هم عليه يعني يحق لهم بتقلد منصب وزير. هنالك اكثر من 15 عضو في الليكود من يعتبرون انفسهم بانهم يحق لهم ان يكونوا وزراء في الحكومه القادمه، مما ينذر بصراع قوي وشرس ما بين أعضاء الليكود. ننتقل من أعضاء الليكود طبعا وتقسيمة الحقائب الوزارية إلى اللجان، وهذا العنوان على صحيفة معريف: في حزب كحول لافان ينقضون على لجنة الخارجية والأمن باعتبار أنهم الحزب الثاني الأقوى في إسرائيل. تقسيم الوليمة بعد الحرب هي شيء معروف يعني تاريخيا، يعني اليوم بعد أن انتهت المعركة الانتخابية كحول لافان الذي يعتبر ثاني أكبر حزب في إسرائيل وهو مؤلف من 35 مقعدة، يقول بأن يحق لهم لجنة الخارجية والأمن التي تعتبر من أهم وأبرز اللجان في الكنيسة الإسرائيلية، وهم يقولون بأنهم هم سوف يحاربون من أجل الحصول على رئاسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة الإسرائيلية. وهم يعني بحسب التقسيم يحق لهم طبعا 13 مقعدا في هذه اللجنة، هي باعتبار أنها اللجنة الأهم. نبقى أيضا في سياق الائتلاف الحكومي، ولكن عنوان آخر على صحيفة هآرتس: الائتلاف الجديد من المتوقع أن يجدد موجة القوانين اليمينية، وبالمعارضة هناك تخوف من عدم أن يكون الرجل يستطيع إيقاف ذلك. وهنا الحديث أيضا عن استمرار القوانين اليمينية التي تم سنها في الفترة السابقة واستمرار في هذه الحكومة. الولاية المنتهية للكنيسة الإسرائيلية اتسمت بجملة من سن القوانين اليمينية المتشددة، لا سيما سن قانون القومية العنصري، وكذلك محاولة سن قانون يمنع ويحظر الأذان. فالصحيفة هنا تبشرنا يعني تزف إلينا بأن اليمين يستعد لوثبة إضافية لسن جملة من القوانين اليمينية المتشددة، والمعارضة تخشى من أن لا يكون من يردع هؤلاء من تحقيق مآربهم. ندخل الآن إلى الصحف الفلسطينية. صحيفة الأيام التنفيذية تطالب بتوفير شبكة الأمان المالية، وتطلب من الرئيس الوطني الإعداد لعقد المركزي. نحن نعرف بأن هنالك يعني إسرائيل تقوم بتخفيض أو بانتقاص المستحقات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، قامت قبل شهر ونيف يعني أخذ 42 مليون شيكل من هذه المستحقات يعني المقاصة طبعا. نعم. لذلك يعني هنالك دعوة في الشارع الفلسطيني وفي القيادة الفلسطينية من ضرورة يعني خلق شبكة أمان مالية تستند إلى دعم الدول العربية لمجابهة التحديات الداخلية، وهنالك أيضا مطالب بعقد المركزية ربما لاتخاذ قرار قد يرى فيه البعض بأن الهدف من ذلك ربما الإعلان عن وقف التنسيق الأمني ما بين إسرائيل والفلسطينيين كردة فعل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على اتخاذ إسرائيل خطوة اعتبرها الفلسطينيون أحادية الجانب. نعم. ندخل إلى صحيفة الحياة الجديدة. شتية يدعو روسيا للضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعها من أموال المقاصة، وهذا ما تحدثنا عنه في العنوان السابق. يعني شتية قام يوم أمس بأداء اليمين الدستورية بصفاته رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو في أول خطوة قام بالتوجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين الذي له علاقات طيبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبه من خلالها اشتيا بممارسة الضغوطات على إسرائيل لمنعها من مواصلة اقتطاعها من الأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لأن ذلك من شأنها أن يؤدي إلى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسة حاكمة. ربما هذا القرار طبعا كان قبل الانتخابات قد يغير بعض الشيء بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل. ننتقل الآن إلى صحيفة المصري اليوم، الصحف العربية: السيسي لحفتر: ندعم جهود مكافحة الميليشيات في ليبيا. يأتي هذا التصريح طبعا بعد لقاء جمع الاثنين مؤخرا.
خليفة حفتر على ما يبدو يحظى بدعم من قبل الإمارات والسعودية ودول أخرى، ونحن وفق هذه الصحيفة المصري اليوم، هو ارتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر معنية بالاستقرار الأمني في ليبيا، وتدعم كل جهود الرامي إلى اقتلاع وتوجيه ضربة للفرق أو والجماعات الإرهابية. ولكن هنالك من الطرف الآخر من يرى في خليفة حفتر بنا يخدم مآرب خارجية لا سيما السعودية والإمارات، وهو بحد ذاته من يسعى إلى زعزعة الاستقرار الأمني. يعني هنالك عملة واحدة لديها يعني طرفين، طرف يقول بأن حفتر يسعى من أجل مكافحة الإرهاب، وطرف آخر يتهم حفتر بأنه هو الإرهاب الإرهاب بعينه. نعم، ننتقل الآن إلى دولة أخرى أيضا لا تقل أهمية وهي السودان. على صحيفة القدس العربية العنوان: السودان، المجلس العسكري يقيل وزير الدفاع ويتعهد بعدم فض الاعتصام بالقوة ويطالب المعارضة بتشكيل الحكومة. يا أخي، المعارضون في السودانيون الذين خرجوا إلى الشوارع قبل شهرين هم جاءوا بهدف واحد وفي غاية واحدة: تحسين ظروفهم المعيشية من خلال استبدال النظام الحاكم في السودان. هم لا يريدون حكم العسكر، إنما يريدون حكومة ميدانية تستند إلى خبراء لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه البلاد الكبيرة. هم يخشون من أن يقومون بالالتفاف على مآربهم من خلال على أهدافهم من خلال استبدال بشير بجنرال آخر، لذلك هم أصروا على إقالة وزير الدفاع ولا يقبلون بحكم المجلس العسكري في البلاد. يريدون حكومة من المهنيين. نعم، تكون ميدانية. نعم، مدنية عفوا. نعم، نبقى على صحيفة القدس العربي ولكن عنوان آخر: وفد احتلالي يلغي زيارة للبحرين لدواع أمنية بعد رفض برلماني وتهديدات بتظاهرات احتجاجية. هذا لم يأتي من فراغ، على ما يبدو أن القرار بالإلغاء جاء على خلفية ورود تقريرات استخبارية تؤكد بأن الوفد الإسرائيلي سيجابه خطرا حقيقيا. لا ننسى بأن الأغلبية القصوى من مواطني البحرين هم من الشيعة، والشيعة لديهم حساب طويل أيضا مع إسرائيل لانتمائهم ولارتباطهم بإيران. نحن نعرف ما هو الموقف الإيراني، وإيران لديها تأثير كثير على الشارع البحريني. لذلك رأى المسؤولون هنا بضرورة إلغاء سفر الوفد الإسرائيلي إلى البحرين خشية على حياتهم. نعم، ننتقل الآن إلى صحيفة المستقبل العراقي: العراق وسوريا وإيران، تفعيل الربط السككي. يا سيدي، أيضا الأسد حذر بغداد من مخططات تقسيم الفوضى ومباحثات جديدة للقضاء على الإرهاب بشكل نهائي. نحن نعرف بأن سوريا والعراق ما زالت لهاتين الدولتين يوجد فيها جيوب للإرهاب. هنالك رغبة من قبل سوريا والعراق بمؤازرة إيران مجابهة هذه الجيوب، والحديث يدور عن إنه القضاء على الإرهاب ووضع خطة لمجابهة أي احتمال لخلق فوضى في هاتين البلدين في هذين البلدين العربيين المهمين. نعم، ندخل الآن إلى الصحف العالمية. صحيفة إيران نيوز عنوان يقول: ظريف يوبخ الاتحاد الأوروبي لمطالبته في بدء عمل الجهاز التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي. هذا الجهاز هو الآلية التي ستمكن دول الاتحاد من الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. نحن نعرف أن هناك عقوبات مفروضة على إيران. إنشاء الجهاز كان مفروض أن يتم في مطلع هذا العام، ولكن يوجد تلكؤ من قبل الاتحاد الأوروبي مما أثار حافظة إيران. على ما يبدو هناك شبهات ومفاده أن الاتحاد الأوروبي قد خضع للضغوطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لحمل على عدم إنشاء هذا الجهاز الذي غايته هو يعني الالتفاف على منظومة العقوبات المالية المفروضة على إيران من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب. نعم، ننتقل الآن إلى عنوان آخر على صحيفة نيوز أوبزيرفر، والعنوان يقول: بيوليسي تطالب ترامب بشطب تغريدة ضد فيديو والهان عمر. هناك مشادات كلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ما بين النائبة الكونغرس وومن
المسلمة ويلهان عمر التي دائما يعني تكتب وتغرد ضد الولايات إدارة الرئيس دونالد ترامب وكذلك ارتباطه الوطيد بإسرائيل. الرئيس الصومالية؟ نعم صومالية. الرئيس دونالد ترامب رد عليها بقسوة، فنانسي بلوسي رئيسة الديمقراطيين في الكونغرس طالبت الرئيس دونالد ترامب بشطب تغريدة أخيرة كانت له ضد السيدة ولهان لاعتبارها بأن التغريدة تشمل يعني أشياء فيها قصف وتشهير وسباب وشتائم تجاه هذه السيدة. يعني هذه السيدة وأيضا السيدة الفلسطينية منذ دخولهم طبعا السياسة في الولايات المتحدة أضافوا الملح والحامض على المأكولات الشهية. ولكن نشاهد أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما ما منشغل بالتغريدات، وله تغريدات خاصة، ويمكن أكثر الرؤساء له تغريدات. أخي الكريم إن أردت أن تعرف ماذا يفكر دونالد ترامب، ليس لديه سياسة خارجية واضحة، إنما لديه سياسة نمطية في التغريدة. نعم، خميس أبو العافية محلل الشؤون السياسية والصحفي، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد، على أمل اللقاء بكم في عدد جديد. إلى اللقاء.